حياكم الله جميعا، يعطيكم الصحة والعافية. غريبة سبحان الله هذه الصحراء، نراها هادئة ولكنها أيضا معقدة. هنا في الربع الخاري في قصر السراب، منتجع الصحراء بإدارة أننتارة، نحن طبعا في لحظة الحقيقة وفي لحظة إعلان النتيجة النهائية في هذه الحلقة. The Challengers أحمد ورشاد من جديد تبرهنوا أن فوزكم في الحلقة الأولى وفوزكم في الحلقة الثانية ما كان ضربة حظ، وإنما كانت في استراتيجية وفي قوة. نقول لكم مبروك من جديد، وصلتم المركز الأول. تسلم يا رب. كلنا نعرف بأن في النهاية لابد أن يكون فريق واحد يغادرنا، والفريق الأخير اللي وصلنا كان فريق The Winners. مثل ما أنتم عارفين جميعا بأن الفريق اللي يسجل آخر وصول عند نقطة النهاية هو اللي غادر المسابقة، إلا إذا ظهور العلم الأخضر في هذه الحلقة، وهذا يعني أن The Winners عندكم فرصة وعندكم أمل من جديد. The Challengers فرصة الحفاظ على المركز الأول وكسب نقطة ذهبية من جديد في خطر. جاك، تتوقعون أنتوا كم ثانية كنتوا تبتعدون عن المركز الأول؟ أقل عن 20 ثانية. هو فعلياً كانت 31 ثانية فقط. أنتوا أقرب الناس اللي ممكن تحصلون على المركز الأول، لكن كيف؟ كل فريق راح يحصل على فرصة أن يصوب سهم، هذا السهم يحمل على أرقام، أينما يصل هذا السهم سيتم خصم هذا الرقم من النتيجة النهائية. يعني خلاص تعبنا، جامس وتعب ودفش وما أدري إيش. عندنا تنفس الصعداء، شيء كذا جاء من رب العالمين إنه ممكن ما نكون خسرانين الجولة. اتذكروا بأنكم أنتم طبعا فريق مكون من شخصين، هذه اللحظة ليست لحظة الشخص اللي عنده عضلات أو فقط أنه ذكي جدا، من يستطيع أن يصبر ويركز سيصل للهدف. ماسك وإيدي عم ترجف، بس الوضع النفسي اللي أنا فيه والضغط اللي أنا فيه حسيت فقدت التركيز تاعي. لما جبت 6 دقائق ما انبسطت بالنتيجة اللي جبتها، لأنه الفرق بينه وبين الفريق الثاني 31 ثانية، يعني الدقيقة إذا هن جابوا 7 حيصيروا هن الأول ونحن الثانيين. الحمد لله اجتاز رقم 7 واجتازنا الحمد لله المركز الأول. أنا وعبد الله اتفقنا إن أنا اللي هرمي السهم، لأن أنا عندي خلفية نوعاً ما عن رمي السهم. نزلنا على الرقم 6 ونقص من وقتنا 6 دقائق. أنا راح أكون أقوى من أخوي محمد في هاي اللعبة، لأن الهوايات اللي أنا مارسها من ضمنهم الرماية. جبنا 6 نقاط في السهم، فنحن في المنطقة الدافية مرتاحين. اثنيناتنا عنا اكسبيرينس بالأرشري، فقلنا إنه هلا بركي منغير الموعد اللي كلها النص هالأول، بس إنه كله أندر ستريس ورشفة، فجبت 3 دقايق بس. لو صابت البولزاي مثل ما بتعمل عادة كنا طلعنا أول. تعبنا كل التعب، فما رح أوصل على آخر تحدي ونستسلم. فأنا عم بعين بكل دقة، بس بنفس الوقت التعب والشمس والحرارة رح ترجف الإيد. وجبت 7. رضينا فيها، بس إنه فيني أعمل أحسن من هيك. هذا أول مرة لي إني أجرب رمي السهام، شوي خايفة وما كان عندنا غير فرصة واحدة بس إن نجرب. قدرت بس أصوب رقم 3. ولا مرة بحياتنا عملنا رماية سهم، لا أنا ولا عبد. خايفين على حالنا، حسينا في ريسك. متوتر كثير، صفى نتيجة التيم تبعنا عم تعتمد على الإشي اللي رح أعمله هلا. Just do it. I trust you. إيدي عم بترج. شديته ورميته بسرعة. One point only. أوف، شو اللي عملته؟ إحنا كنا آخر ناس بنضرب السهم. الناس هم اللي بيستنوا إحنا شو بده يطلع معانا. فريق سكوات متسبقين بخمس دقائق. ما بنتمنى انه احد ثاني يخسر، ولكن عشان احنا نفوز لازم احد يخسر. ورميت. حانت لحظة الحقيقة واللحظة الحاسمة. فريق The Challengers صوبتوا على الرقم 6، وبذلك خصم منكم 6 دقائق. اما فريق جاك فصوبتم على الرقم 7، وبذلك أصبحتم أنتم في المركز الأول. ألف مبروك لفوزكم بهذه الحلقة. رقم 6 خسرنا المركز الأول، جاك ربحوا بالحظ، وأنا الحظ ما كثير بأمن فيه. وبذلك تحصلون طبعا على النقطة الذهبية الثانية بعد فوزكم طبعا في الحلقة السابقة، وبذلك نقطتين ذهبيات
مبروك عليكم، المفاجأة اللي تنتظركم في الحلقة القادمة. طبعا هذا الشيء ما بيوقفنا او بيريحنا ان ما نحاول كل مره او كل ايفنت اني المركز الاول، كل ايفنت بييه بنبذل مجهود افضل واحسن وبنعطي كل اللي عندنا. تيم جاكت all the way. اما هناك فرق كانت في دائره الخطر، فريق رم صوبتم على الرقم واحد وبذلك خصم منكم فقط دقيقه واحده. سوات ما وفقتوا في التصويب بنجاح ولكن بقيتوا في نفس المركز اللي كنتوا فيه. The winners. مثل ما تعرفون أن الفريق اللي يصل لآخر شيء في الحلقة يكون هو الفريق المغادر لنا في هذه المسابقة، ولكن كنت الفريق الوحيد اللي استطاع أن يحرز الرقم 10، وهذا يعني مع خصم 10 دقائق من وقتكم أنتم بأمان. فريق سوات أنتم الفريق الخاسر، راح تغادرونا. كنا بدنا نطلع الكل، إحنا كنا بدنا نفوز يعني، بس سبحان الله هيك إجت الأمور. والآن عليكم تسليم الصندوق لأي فريق من الفرق المشاركة، تختارون من؟ نختار فريق دبل ترابل جو ميشيل. إذن فريق سوات يقرر إعطاء الصندوق إلى فريق دبل ترابل. أعطينا صندوق السري لفريق دبل ترابل لأنه أنا بشوفهم أكثر تيم متناسق مع بعضه، أكثر تيم بيشتغل مع حاله لحاله، فإذا هم وصلوا لهاي المرحلة لحالهم بيقدروا يوصلوا للآخر، فبنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله هم يفوزوا بالجائزة. نحن بنشكر كثير فريق سوات لدعمهم وثقتهم فينا إنه كمان أعطيونا بوكس، نحن هلا صار معنا 3 بوكسز وهيدي أمانة نحن بنظرنا إنه لازم نوصل فيها للآخر وإن شاء الله رح نضل بهالهمة. دبل ترابل. أيا كانت النتيجة اللي تحملونها في أي سباق لا يعني أنكم بأمان حتى آخر لحظة، وهذا هو The Quest أبطال التحدي.